أصدرت الحكومة بلاغ موازنة العام المقبل والذي استند إلى جملة من الفرضيات، وتوقع بلاغ الموازنة تحقيق الاقتصاد نموا بنسبة 2.5% العام المقبل، وأن يتراجع التضخم إلى 1.8%، فيما يتوقع أن تنمو الصادرات بنسبة 6%. كما توقع بلاغ الموازنة العام المقبل أن تنمو المستوردات بنسبة 2%. ونبقى أيضا في بلاغ الموازنة من موازنة العام المقبل والذي التزم برصد المخصصات لعدد من المشاريع الحيوية مثل مشروع إنشاء مبنى جديد للمدينة الطبية، إضافة إلى مشروع الدفاع الإلكتروني ومشروع الطريق الصحراوي. كما والتزم بلاغ الموازنة في رصد مخصصات مشروع تطوير الجامعات ومستشفى الأميرة بسمة ومستشفى السلط والألياف الضوئية، وكل من مشروع ميناء معان البري ومشروع سكة حديد العقبة. وفي تفاصيل أخرى لبلاغ الموازنة، فقد استندت موازنة العام المقبل على تعديل قانون ضريبة الدخل، بما يضمن تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات وتحسين كفاءة التحصيل ومعالجة التجنب والتهرب الضريبي، إضافة إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل عددا أكبر من الأسر المستحقة وزيادة عدد المنتفعين بواقع 85,000 أسرة جديدة. وقال بلاغ الموازنة إن موازنة العام المقبل تلتزم بالاستمرار برصد مخصصات إيصال الدعم لمستحقيه. ومعنا للحديث عن تفاصيل بلاغ موازنة العام المقبل المدير العام لدائرة الموازنة العامة دكتور محمد الهزايمي. دكتور، أهلا وسهلا بك معنا. إذن في بداية هذا الإعلان لموازنة العام المقبل، نتحدث عن 85,000 أسرة جديدة في مبدئيا في الضمان أو في مؤسسة الأمان الاجتماعي بشكل عام أو مظلة الأمان الاجتماعي، هل ستلتزم خلال سنوات 2019 و2020؟ كم هي النسبة التي ستلتزم فيها الحكومة خلال عام 2019؟ شكرا أخ عبد الله، وشكرا للمشاهدين الكرام. هلا بالنسبة للأسر المستفيدة من المعونة النقدية، حسب ما تم توقيع الاتفاقية راح يكون زيادة حوالي أو 85,000 أسرة على مدار 3 سنوات، في عام 2019-20-2021. وبالتالي راح تكون المخصصات 30 مليون في عام 2019، 35 مليون في 2020، و 35 مليون في عام 21، اللي راح يكون كلفته حوالي 100 مليون دينار. نعم دكتور محمد، ايضا نتحدث عن فرص بشكل عام، هناك ضبط في الانفاق وفي الموازنة العام المقبل، ومن ضمنها ضبط الحكومة للتعيينات بشكل عام، هل سيستمر ذلك في 2019 و2020 و21؟ حقيقة موازنة 2019 هي راح تكون موازنة منضبطة، موازنة ما راح يكون فيها نمو كبير جدا، هي راح تكون تقريبا عند مستويات الموازنة اللي كانت في عام 2018 اللي هو العام الحالي. وبالتالي راح تستمر الحكومة في عملية ضبط النفقات، ومن ضمنها اللي هي ضبط التعيينات إلا للحاجة الضرورية، ومعظم يعني الحاجة بالتعيينات تكون في وزارتي التربية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى الاستمرار في ضبط جميع أنواع النفقات سواء التشغيلية وغيرها من النفقات اللي تغطي الحدود يعني المقبولة اللي تستطيع الوزارات أن تؤدي خدماتها ضمن هذا المستوى من الإنفاق. نعم دكتور محمد، كان من ضمن بلاغ رئاسة الوزراء منذ فترة بسيطة عن ضبط 151 مليون، كان من ضمن هذا الرقم أو هذه النفقات التي تم ضبطها خلال هذا العام من المشاريع الرأسمالية التي قمتم في بلاغ الموازنة لهذا العام أو للعام القادم بطرحها من جديد، هل هذا يعني بأننا لن نقوم بتوفير هذه المبالغ بعد ذلك الوقت؟ لا هو عزيزي، احنا بعض المشاريع اللي تم في عام 2018 ضبط هذه النفقات، انه بعض هذه المشاريع لم يتم طرحها وتم ارجاء طرحها للعام القادم بعضها، وبعضها تم تأجيله. يعني في بعض المشاريع كانت هناك مخصصات لكن لتأخر طرح المشروع فتم الاستغناء عن جزء من هذه المبالغ، لكن الحكومة ملتزمة بانه يتم طرحه في العام القادم،
وبالتالي لابد أن يتم رصد المخصصات اللازمة لمثل هذه المشاريع. نعم، دكتور محمد. إذن نتحدث عن نسبة نمو في بلاغ الموازنة، نسبة نمو وصلت إلى 2.5%، ألا تعتقد بأنكم متفائلون قليلا؟ والله يا عزيزي، يعني احنا حاليا معدل النمو يعني هو يتراوح حول 2%، فبعتقد انه معدل 2.5% يعني احنا الطموحات واللي النمو اللي بننشده ان شاء الله يكون اكثر من هيك كثير، وان تكون البيئة مواتية، ولكن حتى يعني معدل النمو 2.5% هو معدل نمو لا زال متواضع. نعم، ماذا عن دعم الخبز وتعهد الحكومة باستمرارها في هذا الدعم وإيصال الدعم لمستحقيه، هل سيستمر في موازنة العام القادم؟ هو حقيقة احنا حاليا انه تم رفع اسعار الخبز، وبالتالي لم يعد الاصل بسعر الخبز مدعوم، ولكن هناك بالمقابل في دعم نقدي بدل ذلك لمستحقي هذا الدعم، والحكومة ملتزمة بهذا الدعم وإيصاله لمستحقيه، وسيتم رصد نفس المبلغ الذي تم رصده في عام 2018 والبالغ حوالي 171 مليون دينار. نعم، الدكتور محمد الهزايمي مدير الموازنة العامة دائرة الموازنة العامة، كنت معنا، شكرا لك.